بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل قصة حصلت معايا الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات بصيت لقيت تليفون جايلي، بنت بتكلمني بتعيط في التليفون، عندها مشكلة مع خطيبها. أنا مش هقول الاسم الحقيقي، خلينا نقول أي اسم، هند، علشان يعني مش هينفع نقول اسمها الحقيقي. هند بتكلمني بكا 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 في التليفون، ايه يا بنتي؟ خطيبي عايز يسيبني، خطيبي عايز يسيبني، ارجوك كلمه، ارجوك كلمه. انا سمعتك في بسمة امل قبل كده بتقول ان انت بتحب الناس ان هم يحبوا بعض ويحتفظوا بعلاقتهم مع بعض، عايز يسيبني، ارجوك، انا مش عارف اعيش من غيره. فانا يعني من باب الشهامة ومن باب ان انا فعلا لما بلاقي شاب وفتاة نفسهم يتجوزوا بعض، ليه ما اقفش جنبهم؟ قمت مكلم خطيبها، وانا صعبان عليا جدا البنت، فكلمته، هقول اسمه حسين، مش ده اسمه الحقيقي بس خلينا نقول كده. حسين، هند كلمتني وقالت لي كذا كذا كذا، انا فلان. فقال لي يعني انا بشكرك انك بتتصل بس انا ما اقدرش ارجع لها. قلت له ليه؟ قال لي هند كذبت. قلت له كذبت في ايه؟ قال لي هند قالت لي انها ساكنه في مكان وهي ساكنه في مكان تاني. قلت له ليه عملت كده؟ قال لي لان المكان اللي هي ساكنه فيه مستوى اقل وهي عارفه ان وضع عيلتنا اعلى شويه، فقامت قايله مكان تاني. صدقني انا ابويا وامي ما كانش يفرق معاهم المكان ابدا، بس لما قالت مكان تاني وعملنا واستقصينا وتحرينا فلقينا ان مش في المكان اللي هي بتقوله لكن في مكان تاني، صح جنبه بس مكان تاني في مستوى اجتماعي تاني، فانا عرفت انها كدابه. انا ما اقدرش اتجوز واحده كدابه وابويا وامي رافضين. فانا الحقيقه لقيت نفسي في حرج ما بين البنت اللي بتعيط وبينها كذبت. فسألته، ممكن أسألك سؤال يا حسين؟ قال لي اتفضل. قلت له أنت جربت عليها كذب في حاجة تانية؟ قال لي أبدا والله، دي المرة الوحيدة اللي كذبت فيها. قلت له طب كويس، إيه رأيك في أخلاقها؟ قال لي أخلاقها ممتازة. قلت له طيب المكان اللي هي ساكنة فيه يرفض الحقيقي بقى، يرفض أهلك إن هم إنك تتجوزها؟ قال لي لا ما يرفضوش، بس الكذبة هي اللي عملت كده. قلت له يا حسين ممكن أقول لك حاجة؟ ربنا بيسامح يا حسين، ودي كذبة واحدة، أنا أبقى معاك لو هي أخلاقها أنت ماسك كذا نقطة مش كويسة، أو إن هي أخلاقها مش كويسة، أو إن هي كذبت كتير، أو إن هي فيها صفات تانية وحشة كتير، بس لما تكون كذبت كذبة نفتح للناس دراعاتنا ونصبر عليهم. قال لي أنت تنصحني بإيه؟ قلت له أنا أنصحك بحاجة في النص. قال لي إيه هي؟ قلت له طول مدة الخطوبة أكتر شوية وابدأ اختبر إذا كانت هتنفعك ولا مش هتنفعك. حسين طلع جدع وسمع كلامي وقرر يكمل الخطوبة بس يزودها شوية، وأهله وافقوا، ما خدوش حل، يا إما واحد يا صفر، يا أبيض يا أسود، خلوا حاجة في النص، تعال نجرب ونراقب أخلاقها أكتر ونشوف هتتصرف إزاي. وهند طلعت جدعة واكتملت الجوازة واتجوزوا الحمد لله. أنا فرحان للقصة إنها انتهت، إن هم اتجوزوا. بس إيه بسمة أمل عايزة تقول إيه النهاردة؟ اوعي تبدأي حياتك بكذبة، اوعي تبدأ حياتك بكذبة. بدء الحياة بالكذب كأنك بتبني عمارة أساسها بايظ لازم تنهار. بسمة أمل للصدق في بداية الحياة الزوجية، وبسمة أمل للصبر على أخطائنا لغاية ما نتأكد إن الطرف اللي قدامنا يستحق حبنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.